أكد عدد من الخبراء المشاركين بأسبوع القاهرة للمياه أن المؤتمر يركز على العلاقة بين تغير المناخ والمياه، لافتين إلى أن التعاون بين مصر ودول حوض النيل سيؤدي إلى استفادة الجميع. المشكلة اللي يركز عليها هذا المؤتمر في هذه السنة هو العلاقة بين المياه والمناخ، ومصر من الدول التي تتأثر جدا بتغير المناخ. احنا عندنا مشاكل في تداخل مياه البحر وارتفاع منسوب مياه البحر وانخفاض مستوى الامطار في ليس في مدي في 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 جمهورية مصر العربية فقط، ولكن في دول حوض النيل. الحل طبعا اللي احنا بنروج له بنسوق له على مدى سنوات طويله هو التعاون. التعاون بين دول حوض النيل سيؤدي الى الاستفاده للجميع، وده الحقيقه مبدا مصري منذ القدم. عمر ما مصر ما بتاخد قرارات منفرده او يعني تقوم باعمال تضر بالاخرين. بالنسبه لمجاري الري والزراعه، احنا يعني زراعه تقني بنقدر نعمل اي ابلكيشنز خاصه باداره مثلا المسطحات المائيه، باداره البوابات عن طريق الاي او تي، البوابات الخاصه بالميه، محطات الرفع الهيدروليك، ايا كان طبيعه الانشطه الخاصه بالوزاره، احنا بنقدر نعمل لها سيستم متكامل يقدر يكنترول كل الاكتيفيتي الخاصه بالوزاره.